على بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية واللقاء مرة أخرى مع انطلاقة الشوط 19 الخاص بفتح الإبكار اللقاية المحليات الأصايل من مسافة 5 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. نتابع هنا شعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه التي تزين أرضية عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وتابع مباشرة للمقدمة والصدارة مع الشاهنية من هجن الرياسة بتواجد المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يأتي على المركز الأول. المركز الثاني الحذرة، الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الثاني. نقلتنا القادمة إلى المركز الثالث لنتابع انطلاق الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي. والمركز الرابع هملولة من هجن الرياسة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا هملولة على المركز الرابع. والمركز الخامس سمحة القادمة وحامل لشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي المحترف يصل على المركز الخامس. المركز السادس، سادس التحديات غيوم لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد بقيادة أحد المضمرين محمد بن سعيد بن بروك الحميري قادما على المركز السادس. المركز السابع، سابع التحديات والانطلاقات الحذرة أم هنالك بروق لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي. والمركز الثامن لتأتي هنالك هملولة من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيب. والمركز التاسع الشاهنية من هجن الرياسة بقيادة الفيلسوف أحمد مايد الأخيلي. والمركز العاشر الشاهنية بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا على أعزاء العشرة المراكز الأولى المنطلقة والمعلنة عن اندفاعها وانطلاقها منذ بداية هذا الشوط لتشكل لنا رحلة مميزة، رحلة عنوانها البحث عن الناموس والبحث عن الفوز والانتصار في جائزة زايد الكبرى في هذا المهرجان الكبير المقام هنا في ميدان الوثبة. عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى الشعار المميز، شعار هجن الرياسة المتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يعرف طرق النواميس جيدا. بوسعيد على المركز الأول مع انطلاق الشاهنية. المركز الثاني، ثاني التحديات الحذرة، الحذرة من تتابع انطلاق الشاهنية وتتبعها على المركز الثاني. الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع انطلاق الحذرة. المركز الثالث، الاسم القادم هنالك غيوم لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الثالث. المركز الرابع الدكتورة، أوصلت الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي القادم على رابع التحديات. والمركز الخامس هملولة لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي 2 كيلومتر ما يفصلنا عن خط نهاية، ما يفصلنا عن الناموس وعن المقصورة الرئيسية. أكتفي بالخمسة الأسماء الأولى وأعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الشاهنية وأداء الشاهنية وانطلاقها في مقدمة الشوط من هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري متواجدا مع هذه التحديات والانطلاقات. المركز الثاني، القادمة هملولة وغيوم ولكن الشاهنية، أوصلت الشاهنية بقيادة الفيلسوف أحمد بن مايد الخيالي رجل الخطوط النهائية. بدأ يتقدم وبدأ يظهر مع لوحة كيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن خط النهاية. المركز الثالث هملولة
من هجن الرياسة علي بن جمير الوهيبي المركز الرابع. أوصلت الشاهنية من هجن الرياسة المجازف بن زيتون. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الانطلاق الأول وإلى الشاهنية. الشاهنية لا زالت هي المسيطرة، هي المنطلقة بتحديات هذا الشوط. العصافير الأبطال بدون أي أوامر. وصلت الشاهنية الأخرى مع انطلاقتنا في الكيلومتر الأخير بنفس الشعار، يقدمها للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لله دركي المجازف، يقدم لنا مجموعة من الشواهين على المركز الأول والمركز الثاني. ولكن هملولة تحركت، هملولة وصل ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي بالجمايل. ولكن بوسعيد العصافير الأبطال لم يصدر عليها الأوامر. ما شاء الله تبارك الرحمن. الشاهنية، الشاهنية الركض تلقائي، الأداء مميز يرتقي بحضارة هذا الشعار، شعار مؤسسة هجن الرياسة. انطلقت الشاهنية عصاها في الأبطال بدون أي أوامر. ما شاء الله تبارك الرحمن. المجازف، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لله درك وسق الله دارك يا بن زيتون على المركز الأول على مقدمة الشوط. ثانيا هملولة، ولكن السلام، السلام مع الرياسة، السلام مع المجازف، مع بن زيتون، مع بن منازف. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرياسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوزه بالمركز الأول. والعصافير الأبطال المركز الثاني هملولة من أجل الرياسة، المركز الثالث هملولة من أجل الرياسة، المركز الرابع وصلت بروق لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم، المركز الخامس. الصريدية من أجل الرياسة عوض بن مبارك المهيري وصل على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. التوقيت الزمني 7:43 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المجازف. توقيت 7:41 3 أجزاء من الثانية. تهاني الناموس المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني هملولة 7:42 وجزئين من الثانية. وتوقيت هملولة تهاني الناموس للظافر. أيضا المركز الثالث هملولة 7:45 4 أجزاء من الثانية. تهاني الناموس لهجن الرياسة ولظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي.